التنس، هنروح لكرة القدم. منتخب الشباب اللي يعني ربنا النهاردة إن شاء الله بيوفقهم الفترة الحالية أو اللي جاية بإذن الله، بيستعدوا على قدم من وساق النهاردة إن هم يخوضوا تصفيات شمال أفريقيا. هيخوضوا طبعا مباراة ودية قدام اتحاد الشرطة يوم الخميس اللي جاي. دي هتكون مباراة تلعب على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الساعة 4. المنتخب بيستعد لخوض تصفيات شمال أفريقيا اللي بتنطلق إن شاء الله في نوفمبر اللي جاي في تونس. دي المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية العام اللي جاي في موريتانيا. كمان المنتخب من المفترض أن يخوض مباراتين وديتين أمام منتخب السعودية والبحرين، ده أيضا في إطار الاستعداد بشكل قوي وجاد للارتباطات اللي جاية للفراعنة بإذن الله. الفراعنة الصغار كان المفروض المباراتين دول يتلعبوا يوم 24 و 25 أكتوبر اللي جاي، ولكن تم تغيير الميعاد، والمفروض أنه في الوقت ده بيتم الاتفاق على موعد جديد. كابتن ربيع ياسين معانا على التليفون؟ لا هو طبعا لسه يعني. طب كابتن ربيع مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا كابتن هاني. ازاي حضرتك؟ منورنا. مساء الخير يا كابتن ربيع. اهلا بيك يا كابتن، منورين ودايما الله يخليك والنجاح. ربنا يخليك. اولا بنبارك لكم على المكافاه اللي خلاص تم تحديدها من قبل اتحاد الكوره ان يتم صرفها في اول اكتوبر باذن الله. لا كله تمام والحمد لله، ان شاء الله كل الترف كله يبقى كويس. انا عارف يا كابتن ربيع ان المكافاه اللي حضرتك بتدور عليها هو اهتمام الانديه، والمكافاه اللي حضرتك دايما بتدور عليها هو الاهتمام بهذا المنتخب، منتخب شباب. مكافاه حضرتك ان هم ياهلوا لك ملاعب للتدريب بشكل افضل، مباريات وديه بشكل افضل، الانديه تساعد حضرتك كمان انك تقف جنبك في تدعيمك باللاعبين اللي حضرتك بتختارهم، يعني اعتقد دي هي المكافاه اللي حضرتك منتظرها يعني. يا كابتن هاني انا عندي بطوله كبيره في اول اسبوع من 11 ل 24 11. البطوله دي يا كابتن اسمها تصفيات امم افريقيا اللي هي مؤهله باذن الله لموريتانيا شهر 3 ان شاء الله 2021 ان شاء الله. بالك يا كابتن هاني البطوله دي فيها مين؟ فيها تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا. مجموعه صعبه جدا كابتن هاني، وانت راجل مدرب قديم الطبيعي ان انا بقدم برنامج بقول فيه انا اعمل 1 2 3 4. مظبوط. انا قدمت برنامج يا كابتن هاني في 6 اسابيع، انا من 5 و8 شغال بخمس لعيبه. بخمس لعيبه؟ ايوه خمس لعيبه. حضرتك شغال من منتخب بخمس لعيبه بس؟ ايوه انا بكمل بقى بعمل ماتشات على الخمسه، بجيب على الخمسه بقى اجيب ده واجيب ده واجيب، وخلي بالك يروح محلوه برضه في عين المدرب يروح واخده مني، كل ما تكون فرقه تتخفي. واخد بالك؟ واضح كابتن ربيع انه ما حصلش طبعا اي حاجه في موضوع ان طلب حضرتك طلبت من انديه الدوري ان هي تمدك باللعيبه اللي ما بتشاركش بشكل اساسي، فمن الواضح بقى من صوتك انه ما حصلش حاجه في الموضوع ده. انا بتغاظ ليه؟ لان انا متضايق قوي. شغله مسؤوليه كبيره. انا كنت اقول لك وصل فين لحد الموضوع ده لحد فين، بس واضحه الاجابه من طريقتك. انت بص حضرتك اما اجهز لعيب ويتاخد وجاهز لعيب ويتحل المشروع حلو، ان الحمد لله عندنا جيل قبل ما يشتغل امم افريقيا يعني قبل ما مشات رسمي. طب انا مديتكم اللاعبين ووظبت اللعيبه ما شاء الله وقتها ساعدوني، وبعدين كل فريق انا بقول اللي عنده 2 2 1، اللي عنده 4 2 2، اللي عنده مش عارف ايه. للاسف يا كابتن اكنك لا اصل خلي بالك انا مريت بالجزئيه، وكابتن ربيع عارف الكلام ده، انا مريت نفسي بالجزئيه دي حتى على مستوى المنتخب الاولمبي. مفيش يعني للاسف للانديه يعني سوري في اللفظ واسف في اللفظ اكنه بيشحت اللعيبه منهم، فعلا ده بيوصل لكده. يا كابتن هاني المدربين بتوع الانديه مصلحتي نفسي مع احترامي، ولا حد فكر منتخب ولا حد فكر مسؤوليه. كابتن ربيع في انديه اصلا ردت على حضرتك؟ يعني كان في اصلا رد من حتى لو انديه يعني عددها قليل، هل في اصلا رد؟ ببصي مش راضيين يدوني اللعيبه، انا اكتر من 17 18 لعيب من الاساسيين عن مش عن اللي بيلعب تلت ساعه واللي بيضرب ساعه واللي بيلعب يعني اللي بيلعب 2 3، احمد عيد، ابراهيم عادل، اسامه فيض، عبد الغني، الباقي ايه ممكن كمان ما يتمرنش كويس. خلي بالك هاني بيقولي وزنهم زياده. ايوه يا كابتن ما بيتمرنوش كويس وهم هاني اتفضل. الموضوع مش موضوع وزن جسم بس، وزن ميه، وزن صحيح، واخد بالك دهون، الموضوع كبير جدا يا هاني، كبير صحيح جدا. وبعدين بقى اخش على الماتشات، يخشوا في فورمه ازاي واديهم 5 6 شهور كانوا قاعدين في المستوى كورونا. فانا قصدي شغلي كتير وحجم شغلي ارجع الشخصيه ازاي؟
ارجع الشخصيه الفنيه ازاي؟ اعين السلبيات ازاي؟ اكل الايجابيات ازاي؟ يا كابتن ربيع فين دور فين اتحاد الكره يا كابتن ربيع؟ ما انت بتتكلم دلوقتي على منتخب المفروض داخل على بطوله حضرتك، تونس والمغرب والجزائر ومصر وليبيا، واعتقد هم بياخدوا اول المجموعه، يعني واحد يعني اول المجموعه هو اللي بيتاهل لموريتانيا. فالموضوع مش الموضوع مش هزار، والموضوع مش الموضوع مش سهل للدرجه للناس، والناس ما بتفكرش. دور اتحاد الكره او اللجنه الخماسيه فين يا كابتن ربيع؟ يا كابتن ما احنا بعتنا فاكتاف انت موضوع يقول لك ايه، لا الموضوع مش اجنده دوليه يا جماعه. طيب ماشي ما مش اجنده دوليه، بس انا عندي تصفيات رسميه، وبعدين عندي مسؤوليه كبيره بالك. وبعدين انت هل يا كابتن هاني يا كابتن ساب، هل مدير فني بحجم مدير فني في نادي دوري ممتاز عنده فرقتين ثلاثه تحت الفريق كبير، يبقى محتاج ولد عنده 18؟ لا مش واقعي كبير الدرجه دي. ويا ريت بنشوفهم يا كابتن ربيع في الدوري. ما انت بتقول لهم اللعيبه اللي بتلعب في الدوري خلوهم في الدوري، طب ادوني اللعيبه اللي ما بتلعبش، يعني يا ريت كمان بنشوفهم. اديك مثال يعني، مثلا اتفضل يا كابتن. في بكير رايت، يعني احمد عيد، لاعب نادي الزمالك ومحمود صابر احترف فريق مستحيل التونسي خالص الاثنين، رحت جايب واحد ثالث. تمام. واخد بالك؟ بجهزه، ما انا اللفه الناس اللفه عشان الوقت ده اللفه. المهم طبعا جهزت الفكرات، لقيت المدرب المدني بعت لي قال لي انا عاوز بس في الماتش اللي معايا ده، يعني مفيش داعي اخ وصديق وجميل جدا. قلت له اتفضل. خده قال لي شكرا هيجي لك بعد اسبوعين عشان تاخد اسبوعين عشان تروح. يا عم ما كان يعني هو انا بجهزه عشان تاخدوا ثالث واحد ايه في مكانه؟ طب كل ما جهز واحد يا كابتن هاني يعني يتاخد، طب اشتغل ازاي يا جماعه؟ عندي مكان في بروح. وبعدين كابتن ربيع، هو الهدف اصلا من المسابقات دي ان انت تطلع شباب موهوب. يعني انا مش فاهمه برضو فكره الحس الوطني، ان النهارده لحد دلوقتي مفيش رد، ولسه كمان في مشكله ان حضرتك عندك استعدادات تانية، اللي بيجي لك ما بيجيلكش بشكل اكيد يعني جاهز زي ما حضرتك بتتكلم. ففين الحس الوطني بقى؟ يعني فين المسؤولين؟ كابتن ربيع بيتكلم، ان انا النهارده بيتكلم كابتن ربيع، هو بيتكلم المدربين، هو بالنسبه له للاسف ان بطوله تحت 18 او يكسب مباراه بالنسبه له اهم من الولد يروح منتخب مصر، فهو بيدور على مصلحته هو عشان يقعد في النادي، لكن انه يطلع ولد ويجهز ولد عشان يقدمه للكابتن ربيع ويتقال يا كابتن ان المدرب فلان الفلاني في نادي الفلاني خرج ولد لعب في منتخب الشباب، هي الناس مش فاهمه كده ليه؟ يعني حتى المدربين مش فاهمين كده ليه؟ يا كابتن هاني كانوا فين دول في فبراير ومارس 2020؟ ولا كانوا موجودين خط في الحياه خالص لحد ما رجعنا من السعوديه، وانا اللي كنت بتصل بمدير الفنيين اقول لهم جربوا وعلى مسؤوليه ياخدوا، يقول لي ايه ده؟ هو كان ده فين؟ اقسم بالله ده اللي بيحصل. انت اللي يعني انت كمان اللي بتدربه وبتوديه بتديه النادي، يعني حضرتك بتجهزه وبيروح النادي جاهز والنادي بعد كده يقول لك لا يا كابتن ربيع احنا محتاجينه. كابتن هاني المدربين موجودين احياء موجودين. لا انا طبعا مصدقك كابتن ربيع، انا مريت بالتجربه ديت، انا عارف. ينفع يا كابتن يبقى عندي النهارده زي حتى 2003؟ انا عندي 3 4 2003 يعني 2003 ولد عنده 17 سنه لسه. يعني واخد بالك يا كابتن؟ اللي اقصده يا جماعه دي مصر، دي مسؤوليه كبيره وبطوله قويه جدا. طب انا جاهز برنامج ازاي؟ ده انا حاطط الشغل ازاي؟ انا فرقتي ازاي؟ اسافر ازاي؟ التمرين الصبح الساعه 6 وبرن بيه الصبح وبرن بعد الظهر، يعني عامل برنامج قوي جدا عشان اقف في اللعيبه يا كابتن هاني؟ مفيش. وبعدين كل واحد يبعت له حاضر الماتش الجاي اسبوعين، اسبوعين ايه؟ يعني الماتش الدوري هيخلص يا كابتن هاني 24 24 مظبوط، اروح انا ثلاث اربع ايام واروح بطوله، يعني وهتجنن. وانا بكلم نفسي كل ما اقومش انام، لا طبعا غير مقبول يا كابتن، غير مقبول، كلام غير مقبول وكلام خطير جدا. ما يرجعوش بقى كابتن ربيع يلومه ان يقول لك كابتن ربيع راح هناك وخسر، او يعني برضه كابتن ربيع مع احترامي للناس كلها لازم الناس تكون عندها مسؤوليه، انت رايح بطوله والبطوله دي هتاهلك لامم افريقيا، عشان من امم افريقيا تروح كاس عالم، وحضرتك عارف ومريت بالجيل دوت، وانا كان ليا شرف كمان ان انا كنت متواجد ومتابع حضرتك، الجيل اللي حضرتك كنت بتعمله ده جيل احنا اخذنا منه للمنتخب الاولمبي، ومن المنتخب الاولمبي صعدنا للمنتخب الاول. اي مظبوط. فحضرتك ما بتشتغلش علشان شخص كابتن ربيع، انت بتشتغل عشان خاطر معروف يا كابتن. لا معروف علشان نوصل لمنتخب مصر. انا عاوز اقول نقطه، معلش يعني اتفضل يا كابتن. لا اتفضل يا كابتن، اتفضل كتر خيركم. لا اتفضل يا كابتن، حقك يا كابتن، حقك لذوقكم وكرمكم، ودي وطنيه وده بلد. لا يا كابتن حقك علينا. هو الهدف ايه في الاخر؟ اشكر حضرتك. اتفضل. بص حضرتك، انا عندي 18 لعيب بالظبط يا كنهاني، مش حوالي 18 بالك، يعني كتير جدا 18 18 ده لو واحد
واحد بيغيب ثلاثة أربعة بيبقى عنده مشكلة كتير، ومع ذلك أنا خلي بالك برنامجي بنفذه وبجيب بقى إيه؟ بوسع الدايرة في الاختيارات هاني، بدل ما يبقى عندي 30 يبقى عندي 35 37 38 40، كل ده مين؟ لمصر. بيتطلب من أي مدير فني يدخل اتحاد الكورة رقم واحد تقدم لنا جيل، الجيل الحمد لله اتوجد بفضل قبل التصفيات الرسمية. بص النهارده نجوم نجوم بقى نجوم ومش راضيين يسيبوه. حقيقي. الحاجه الثانيه انا مطالب بنتائج، مطالب باداء، مطالب صحيح بطولات، القصه كبيره يا كابتن هاني، وانت راجل عارف ومريت بالظروف دي كلها. ده حقيقي، ده حقيقي. انا عاوز الناس تساعدني عشان خاطر مصر، مصر احسن مع احترامي من كل الانديه. طبعا. مصر فوق الجميع، مصر فوق الجميع يا كابتن هاني. اكيد يا كابتن. المفروض ان انا بعاني ونفسي الناس تساعدني وتحس بيا عشان اقدر اقدم نتائج كويسه وبطولات قادمه بقوه ان شاء الله. طيب اخر حاجه كابتن ربيع، بس ليه المباراتين بتوع الوديتين البحرين والسعوديه ليه تم تغيير ميعادهم؟ هو حضرتك انا كنت عامل دول اخر ثلاث مباريات، كنت عامل دوره مجمعه في الوقت اللي الدوري واقف فيه 8 ايام. الدوري كان واقف صحيح في نص 10 6 7 8 ايام. فعملت دوره مجمعه زي اللي هنروح فيها في تونس. الدوري خلاص قال لك هنستمر مش هنأجل. فروحت رحلتهم حضرتك ل 26 و28 26 و29 10 و1 10. فاهم ماتشين مع السعوديه ولغينا البحرين ولغينا الامارات، لعبنا ماتشين مع السعوديه يوم 26 10 ويوم 29 10. واختم 1 11 مباراه مع فريق دوري ممتاز عشان اكون اللعبه كلها عندي بامر ثاني. ايوه. ده البرنامج. غير كده انا غيرت برنامج اثنين وخميس. وكثرت المباريات عشان برضه اللعيبه تستفيد. كل تستفيد واكثف الجوانب الفنيه مهمه جدا، وان انا اعالج واشتغل. فحتى انا كل يوم اغير تمرين، اغير مش عارف البرنامج. انت مش عارف، ما انت عندكش عدد يا كابتن تعمل تمرينه، انت بتتكلم لو انت عندك. والله يا كابتن هاني انا بقعد بجيب الورق القديم ليه؟ عشان اجيب، انا عاوز بكرايت يوم الخميس. طب حاجه صعبه قوي بصراحه. عاوز راس حربه، عاوز بكمل بالاربعه الخمسه اللي عندي يا كابتن، بس بلعب يعني بلعب. صحتك الله صوته يعني انت بتحاول ودي مصر والناس بتساعدني وانا طبعا بدور يا كابتن هولي. اي مدرب بيعوز اللعيب بتاعه في مباراه اتفضل روح، طالما مباراه تمام هيستفيد الولد، هيستفيد من مباراه طبعا. كان الله في عونك. روح يعني بيتمرن واقعد وان شاء الله تتمرن معايا، بس روح وتعالى وانا اظبط لك الاحمال، اظبط لك الشغل، اظبط لك الشخصيه، اظبط لك الفنيات، ويبقى كله مستفيد وانت تكسب واحنا نكسب. صحيح. صح. بس يا كابتن انا هنتابع مع حضرتك اكيد الموضوع ده لانه موضوع مهم واسم مصر هو طبعا يعني اللي في النهايه هو ده الهدف. فاحنا في قناه النادي الاهلي وفي البيت الكبير هنتابع مع حضرتك يا كابتن ربيع الموضوع ده باذن الله. شكرا كابتن ربيع، ان شاء الله ينحل يكونوا سامعين حضرتك دلوقتي. لا ان شاء الله مش هنسكت يا كابتن ربيع، وانا معاك والبيت الكبير معاك، لان انت اولا يعني بتحب مصر اولا، مش عشان انت ابن النادي الاهلي خالص. انت دلوقتي في موقع مسؤول عن منتخب، اعتقد المنتخب الشباب زي ما طلع لنا حجازي وزي ما طلع لنا النني وزي ما طلع لنا صلاح، احنا محتاجين ان كل الناس دي تطلع من تحت. مش هنفضل احنا اجيال نروح كل كاس العالم كل 30 سنه نروح كاس عالم. ما هو المشكله بتيجي من كده يا كابتن ربيع، وعارف ان القصه كلها بتبدا من تحت. انت لو مش مجهز تحت، لو ما عندكش منتخب شباب كويس يبقى ما عندكش منتخب اولمبي كويس، يبقى ما عندكش منتخب اول كويس. فالامور دي صعبه، بس احنا دايما وراك يا كابتن ربيع، وان شاء الله باذن الله الامور كلها تتصلح. وتشرفنا كعادتك دايما يا كابتن ربيع، وتعمل لنا جيل محترم لمصر ان شاء الله. كابتن ربيع بشكرك شكرا جزيلا.